بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 30 بعد 100. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يمضي الشيخ رحمه الله تعالى في إجاباته عن أسئلة مختصرة. فقد سئل عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له غراس باسمه، ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار، فإذا دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ فأجاب رحمه الله: إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحة فإن الله يغفر له ولا يحرمه ما كان وعده، بل يعطيه ذلك، وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب، وما أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته. كما أنه إن عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات، والله تعالى أعلم. وسئل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يدخلون الجنة أم لا؟ فأجاب: إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين، وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله له خلقا آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل رحمه الله عن أطفال المؤمنين، هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات، هل يتزوجن؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، ويتزوجون كما يتزوج الكبار، ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة، وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة، والله أعلم. وما حكم الأولاد وأرواح أهل الجنة وأهل النار إذا خرجت من الجسد؟ هل تكون في الجنة تنعم أم تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنا إذا مات، يكون من أهل الأعراف أو في الجنة؟ وما الصحيح في أولاد المشركين، هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ فأجاب عن هذه التساؤلات بقوله رحمه الله: الحمد لله، الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا بأبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا. وقد روي أيضا أن العرض 7 أذرع، وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان. وولد الزنا إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره، والجزاء على الأعمال لا على النسب. وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا، كما يقع كثيرا، كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير، فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.
وأما أولاد المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. الحديث: قيل يا رسول الله، أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش، والله أعلم. سئل رحمه الله عمن أنكر الأكل والشرب ما عدم البول والتغوط في الجنة، هل يكفر ويجب قتله أو لا؟ فأجاب رحمه الله: الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب، كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين، إما كافر وإما منافق. أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة، يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأبدان، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم، فيقرون بحشر الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. وطوائف من الكفار والمشركين ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. قد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون: هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين للإسلام، وطائفة ممن ظاهاهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، أو منافق. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر، وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامية. وقد ناظر بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال: يا محمد، أنت تقول إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رشح كرشح المسك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأقول إن في زماننا هذا من ورثة هؤلاء الذين حكم الشيخ رحمه الله بكفرهم وقتلهم كثير ممن ينكرون ما صح في الأحاديث، لأنها تستغربها عقولهم. تارة يجهلون الرواة الثقات ويكذبونهم ولو كانوا من رواة البخاري ومسلم، وتارة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وتارة يقولون هذا لا يتفق مع العلم الحديث، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. قد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال تعالى: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أسأل الله العافية.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.